احنا في الندوة ديال تثمين صناعة الخشب على ضمن فعاليات المعرض الدولي للخشب بمكناس في دورته الخامسة، كإسهام اللجنة ديالنا في تثمين هذا العمل الجبار اللي كتقوم به الغرفة الجهوية الصناعة التقليدية يعني فاس مكناس، اللي كنحييهم على هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به. بمناسبة شرط مدام المعرض ديال الخشب فدرنا ندوة على تثمين ديال صناعة الخشب. اليوم يعني احنا كنعرفوه بلي ان فواحد الفتره من الفترات كان قلال شويه الاهتمام بالصناعه التقليديه، وملي كنقول الاهتمام ماشي ما كنعنيش السلطات ولا يعني الدوله، وانما لدى السكان، لدى الناس، الشعب. ولكن مؤخرا ولينا كنشوفوا واحد العوده ديال المغاربه للمسائل التقليديه، لا بالنسبه للصناعه التقليديه، لا في البناء مثلا بالطين، لا واحد العدد ديال الحوايج، هذا مشجع ولكن هادشي ما كافيش. فهادشي هذا فاش كتندرج هاد الندوه، لان خص واحد الاشعاع اكبر اكثر الصناعه التقليديه، تكون في الزليج، تكون في القبص، تكون في فاش ما كانت، ولا في مع القزادريه، ولا في وهنا بالنسبه للخشب، لان الخشب ماده طبيعيه، ولكن العنايه بالخشب كيستدعي عاوتاني العنايه بالغابه، لان كاينه حرائق، كاينه شجر كتموت وكتشرف، كاين الجفاف. يعني الجهات المسؤوله خصها تواصل العمل ديال دائما بتجدد ديال 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 التشجير ديال الغابه، ديما تبقى غابه، ما يمكنش نحبسوا القطع ديال الغابه، لان الخشب ماده حيويه في الحياه. ف الحمد لله انه على الاقل بعد الاثاثات المنزليه مازال بالضروره فيها الخشب، ولكن مثلا بالنسبه للسقوف، بالنسبه للابواب، بالنسبه للنوافذ، بالنسبه لعدد الحوايج الخشب قلال الاستعمال ديالو. كاين واحد شويه دابا ديال اعاده السواد الحيويه لهذا الموضوع، ولكن خاص مجهودات على مستوى هضرنا فيها ديال التربيه والتكوين، على مستوى الاعلامي، على مستوى الحملات كذلك من خلال المعارض. انا يمكن نقدر نقول دابا هذا المعرض الدولي للخشب في مكناس في دورته الخامسه، من دون شك واحد العدد ديال المغاربه ما كيسمعوش به وما كيعرفوش، دونك خصو الجهات المعنيه تعاون فيه، لان ما يمكنش هاد الناس هادو بوحدهم هما اللي غيوصلوا هذا المعرض لوجده ولتجنيت والعيون والسماره ولطنجة وما عرفتش ولتازا ولا الجديده ولا الاسفي ولا للاكادير ولا الدخله ولا للطاطا. فيعني خص واحد تزاد واحد الدعايه لهذا المعرض براسه بعدا، ولكن الحملات الحقيقيه هي في المستوى ديال البرامج ديال التربويه، ماشي غادي نقريو الناس الخشب، ولكن غادي نقريوهم الذوق ونقريوهم يعني العنايه والاعتزاز بالموروث الثقافي المغربي ولا الصناعه التقليديه اللي مرتبطه بصناعه الخشب. عرفات من القيراد، وربما شرتي او ربما احد المتدخلين قال بان يمكن احياء هذه الحرف هذه، واش عندكم انتم شي تصور ايكوموس لاحياء هذه الحرف اللي انقرضت فيما يتعلق بصناعه الخشب؟ شوف احنا انا الاختصاص ديالي يعني هو التراث والاثار في تاريخ المغرب كامل بجميع الاصناف ديالو. ملي كندير واحد التمشيط للانسان المغربي كنلقى بان الانسان المغربي الحقيقة محافظة على جميع الأشكال ديال التراث اللي عاشوها جدودنا. أكثر من ذلك، مازال الحريفي اليوم في مختلف، لا في البناء ولا في الصناعة التقليدية الحريفية، مازال كيعاودوا نفس الحركات. حتى الأدوات باش اشتغلوا جدودنا قرون هذه باقية هي اللي مازال خدامة. فإلا كان بعض الحرف اللي يمكن انقرضات ولا في طريق الانقراض، لأن كاينة أزمة اقتصادية، كاين الناس ما بقاوش كيدخلوا فيها الفلوس، لأن الناس ما بقاوش كيستهلكوها ولاو كيحتقروها واحد الوقيتة كتبان لهم طايحة. ما بقاوش الدراري زمان، بين قوسين كانوا الدراري اللي كيرميو الشكاره في العطله ديال الصيف يعني صافي خداو النتائج. كانوا الناس بالنسبه للناس اللي في المدينه القديمه كانوا كيقلبوا على معلم يمشي ياخذ لهم ولدهم باش يعلمهم شي حرفه، ولا بنت غتمشي تعلم النسيج ولا شي حاجه والطرز وكذا. دابا هذا الشيء، هذه العاده هذه في الحقيقه انقرضت. دونك هذه الحرف اللي كتهضر عليها ربما انقرضت، ولا الاخرى اللي قريبه تنقرض، ولا تقريبا بقاو فيها بعض العناصر قلال في المغرب ماشي غير في المدينه في مكناس اللي باقيين كيشتغلوا بها، راه ساهل باش الاحياء ديالها. سهل، خص غير واحد شويه ديال العزيمه، واحد شويه ديال واحد المخطط، لان هادشي كيخصو فيه خصو يكون عنده مخطط، ماشي يكون بشكل عشوائي. ويمكن اعاده التكوين ديال هاد الناس حتى في الحرف اللي كتبان لك انقرضات، راه ساهل باش تولي تعاود تحيا، لان كاينين معلميه، واخا يكون معلم واحد او معلمه وحده في واحد الحرفه، راه غادي تكون الناس اولا اللي هما في السن ديالو، مثلا رجل ولا امراه،
وشويه غادي نبقاو نازلين فلاج نازلين في السن. مثلا عندنا الناس ديال 50 عام كيعرفوا داك الحرفه، واحد غيكون لنا الناس ديال 50 40 عام، شويه غادي ننزلوا للناس اقل 30. علاش؟ حيت بداو الناس كيشوفوا بان كاينه واحد عنايه وكاين واحد سميتو، دونك غادي يوليو يتشجعوا صحاب 30 عام، صحاب 20 عام، صحاب 18 عام الى اخره، ونستمروا في هذا لان المغاربه باقيين محافظين على هذا التراث ديالهم. قلت لك انا بالحركات بالادوات بالتقنيات، وهادشي علاش واحد العدد كيحسدونا، لان لقاو هادشي هذا ما يمكنش يحيد من الدماغ ديال هاد الشعب. حتى ملي كنكونوا ما بقيناش كنستعملوا شي حاجه، ولا ما بقيناش كنخدموها، ولا ما بقيناش كنعرفوا ليها، مازال عندنا النظره وعليها، مازال في الحقيقه عندنا في العقل الداخلي مازال عندنا لاصقه، يعني ساهل باش نولوا نعاودوا نديروا الاحياء ديالها وتمشي وطلع مزيان ويكون الخير ان شاء الله والخير لقدام. هو الخشب او العود تلقاوه في الهند، تلقاوه الاخ الاكبر ديال الهندسه المعماريه. ما كاينش شي هندسه ما فيهاش البيبان وما فيهاش المقرنسه والنوافذ ديالها او في السطح ديالها، وهو واحد الماده خام اللي تتزين المظاهر وتتزين المدخل وتتزين حتى الداخل ديال البنايات والسكان والمؤسسات والجوامع وجميع البنايات في المدينة العتيقة. واليوم حتى المؤسسات ديال المغرب أو الغرف داروا اهتمام جديد، جددوا الاهتمام ديالهم بهذه الصناعة اليدوية وبهذا الحرف اللي هي تتبني الإنسان من الداخل، الإنسان الداخل، الإنسان اللي عنده حرفة تتلقاه مستقر وعنده اكتفاء بلا غناء وعنده مشروع في هذه الحياة، أنه صنايعي وأنه حريفي وأنه يتعلم ويعلم. فاليوم كانت فرصة باش المعرض يكون في لقاء مع الحريفية ومع الجماهير ومع الساكنة ديال المدينة بحال مكناس، واللي هما غيورين حقيقيا على هاد الحرف وهاد الفنون اللي تتزيد في التعايش وتتكبر التعامل الإنساني لا في المدينة ولا في الجهة بصفة عامة. اليوم تنتكلموا على الخشب، وهو صناعة جيدة في المغرب، وعندها معلمين وحرفية كبار. واليوم تنتفاجأ وأنا مسرور أن لقيت حتى التصميم ديال المعرض والممرات اللي دايرين عندهم اسماء ديال المعلمين وحرفيين معروفين واللي هما عرفوا بهذا الفن وعرفوا بهذا الصناعه وبهذا الحرف. موضوعي عنونته بالنجاره تراث حضاري متميز. وهذا التراث الحضاري يرتبط اساسا بالحضاره ككل، لان الحضاره رجعت في الحديث عنها انطلاقا من ابن خلدون في كتابه العبر، أي مقدمة كتابه العبر، حيث يتكلم عن الحضارة بأنها ترتبط بالعديد من الحرف وبالعديد من المهن، ومن بينها حرفة النجارة. وهكذا انطلقت من هذا المنطلق العلمي للحديث عن النجارة وارتباطها بالعديد من الحرف الأخرى مثل الخياطة ومثل الحياكة وغيرها. ثم بعد ذلك وجدت بأن هذه الحرفة التي هي النجارة تدخل في عدة مجالات، منها صناعة الأثاث المنزلي، منها صناعة الأبواب، ومنها صناعة المنابر، ومنها صناعة ما يعرف بالعنزة داخل المساجد، وكذلك سقوف بعض المنازل وبعض المساجد. إذن هذا يدل على أهمية صناعة الخشب
في هذا المجال. ثم تكلمت عن تطور هذه الصناعة انطلاقا من فترات سابقة، فانطلقت من صناعة المنابر سواء على عهد الأدارسة أو على عهد المرابطين أو الموحدين أو المارينيين أو السعديين أو العلويين، وذلك بالاعتماد على العديد من المخطوطات مثل مخطوط علي القزنائي جنى زهرة الأس، أو مثلا مخطوط ابن أبي زرع الفاسي الذي هو روض القرطاس، أو انطلاقا من ابن مرزوق التلمساني صاحب كتابي المستند صحيح الحسن بإخبار ومآتي المولانا أبي الحسن. وهذا يدل على أن هذه الصنعة التي هي النجارة عرفت تطورات مهمة، بل أنها أصبحت اليوم تشكل قاعدة مهمة لإحياء تراث مهم في مدينة مكناس، باعتبار أن هذه المدينة تعرف هذه الصناعة منذ فترات سابقة، وأنها تدخل ضمن التراث الحضاري المغربي، وأن ما يدعو إليه جلالة الملك من عناية بهذه المهمة بهذه النجارة هو أساس للاهتمام بالهوية المغربية والتراث المغربي الأصيل. المغرب له غطاء نباتي مهم جدا، منه غابات الأرز وغابات الأرغان وغابات أيتن الزيتون وغيرها من والجوز وغيرها من الأنواع الكثيرة والمهمة. بطبيعة الحال الغابة المغربية عرفت نوع من الاستنزاف، لكن حين نستعرض ما صنعه الإنسان بالخشب نجد أن الخشب في البناء في المعالم التاريخية المعروفة في كالقباب والسقوف والأبواب والنوافذ وغيرها، ثم نجده في الحياة اليومية في كأتات في المنازل، ثم نجده في الأغراض الصناعة يعني كأدوات في الفلاحة وفي كل مختلف الصناعات، بمعنى أن الخشب كان مطواعا وأبدع الإنسان بعبقريته عددا من الأدوات وعددا من قطع الأتات وعددا من الأشياء الفنية الجميلة حسب نوع الخشب. وقلت أن الخشب من المهدي إلى اللحدي، فهو استعمل أيضا كألواح للكتابة، يعني الألواح التي كانت معروفة في المسايد لحفظ القرآن، ثم في تدوين أيضا تدوين بعض العقود، لما كانت مادة الكاغيط نادرة فكانت هناك في الجنوب عقود كتبت على قطع من العود، فاستعمل العود يعني بأشكاله وبأصنافه في أغراض مختلفة. ويمثل هناك صناعات مع الأسف اندثرت أو في طور الاندثار، وتحدثت عن مكناس كمثال، مثلا حرفة العوادة اللي في يعني في طور الاندثار، ثم حرفة القبابة التي اندثرت بصفة كاملة، ثم حين نجاري لم يعد في أي نجار وكان حيا متخصصا في حرفة النجارة أو بالأحرى صناعة النجارة. فقلنا بأن على كل حال كانت هناك المغرب والمغاربة يعني أبدعوا في صناعة الخشب، وكانت هناك صناعات ومنها صناعة الأجفان أو البواخر والقوارب وما إليها. على كل حال الخشب له تاريخ طويل في المغرب منذ الفترة الرومانية والفترات القديمة إلى اليوم، ونتمنى أن تعطى لهذه الصناعة والصناعات الخشبية الأهمية التي تستحقها، وأيضا الاعتناء بالصانع التقليدي وبقضية التكوين وقضية البحث العلمي في هذا المجال.